ما الذي تمخض عن اجتماع اليوم؟ حياكم الله. طبعا الاجتماع الجاري حاليا مع الاخوان في قيادة التقدم باختيار شخصية توافقية لمنصب رئيس البرلمان. من حيث النبذة، تم الاتفاق مع كتلة الصدارة لترشيح شخصية النائب الأستاذ محمود المشداني كشخصية توافقية. وتكون كتلة الصدارة أصبحت في تحالف مع كتلة التقدم، ويتمتع هذا الشخص بكونه كان رئيس برلمان سابق وسياسي مخضرم وله مقبولية مع الإطار التنسيقي. مع العلم أن كتلة التقدم قد حصلت على تضمينات من كتلة بدر وكتلة السيد عمار الحكيم وكتلة صادقون العصائب أهل الحق لتولي منصب رئيس البرلمان كونه استحقاق سني للكتلة الأكبر. طيب دكتور جمال، يعني هناك نية ومن حيث المبدأ كما تتفضل بالخروج بمرشح موحد من قبل الكتل السنية، ماذا لو غاب التوافق؟ ما الخيارات التي ستبقى متاحة أمام الكتل السنية؟ والله ممكن أكثر من شخصية راح ترشح لهذا المنصب، تواترا بقى عن ترشيح أيضا ورود اسم النائب طلال الزوبعي لمنصب رئيس البرلمان. وأتوقع أنه جلسة الأربعاء القادم أو جلسة الاثنين غدا إن لم يتم الاتفاق على شخصية، أتوقع سترحل مسألة اختيار رئيس مجلس النواب إلى مراحل أخرى. ولكن إذا ما رحلت لمراحل أخرى لاحقة، هل يعني كيف ترى انعكاس ذلك، بقاء المنصب شاغرا طوال هذه الفترة، وإلى أي مدى عكس ذلك وكشف عن هشاشة العلاقات السياسية إن صح التعبير بين المكون نفسه ومختلف المكونات أيضا؟ والله أختي العزيزة، تقدم أصبح قوة سياسية فاعلة في العراق، وكل الكتل السياسية على دراية ووعي تام إن لم يتم الاتفاق مع تقدم لاختيار منصب رئيس مجلس النواب بما يلائم تطلعات تقدم ورؤيتها للمرحلة القادمة، أتوقع لن يتم اختيار أي رئيس مجلس نواب لهذه المرحلة، وممكن يبقى السيد المندلاوي في المنصب كنائب أول. شكرا على المعلومات والإيضاحات. القيادي في حزب تقدم دكتور جمال الطائي، كنت معنا.